يا حاج قطب. سامح بيه يا منورنا والله. والله انت اللي منورنا ومشرفنا يا حاج قطب. والله العظيم انت خير وكلك خير والله، وطول ما فيها امن وامان احنا بخير ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. والله العظيم الامن والامان سر النجاح والله. الحمد لله. احنا سامح بيه كلمتك السنه اللي فاتت على طريق المقابر، واحنا ايه ما بنفتكرش يعني ايه الا وقت الغرقه يعني. الا وقت الايه؟ كلمناك السنة اللي فاتت على طريق المقابر، عندنا طريق مقابر حوالي كيلو ونص ترابي. ايوه. وفي المطر دي بنشوفه العذاب اشكال والوان والله يا سامح بيه، والله العظيم. ورحنا مجلس المدينة كم مرة، ويعني مرة من المرات قال لي في اجتماع في مجلس المدينة خدنا انفار ورحنا، قال لك فبنقول لهم يا فندم طريق المقابر دي أهم من القرى وكده، يعني لو كل قرية خدت منها نص كيلو بلاش الطريق يتجدد في قلب القريه، عزبتي انا مش عاوز لها والعزبه الثانيه مش عاوز لها، بس ودونا طريق المقابر. يقول لك الحي ابدا من الميت. بقول لك ايه؟ اتفضل يا سامح بيه. انا وانت بتكلمني انا دخلت على الواتس اب عندي محمد ابراهيم بيومي من عندك، كلمني امبارح على الواتس اسمه محمد ابراهيم بيومي. وانا بعتذر له لان انا كان المفروض النهارده هعرض الصور دي ما لحقتش لان كنت عندي تصوير خارجي يعني. فهو بعت لي فعلا صور هعرضها ان شاء الله في الحلقه القادمه للطريق. الطريق يا حاج قطب مخيف. الطريق يا حاج قطب مفيش بني ادم ممكن يمشي عليه يكون في امان بنسبه 1%. الموضوع ماشي بستر ربنا في المكان اللي انت بتكلمني عنه. اقسم بالله العظيم يا استاذ عزيز هبعت لك الصور دلوقتي عندك، او استاذه فاطمه هبعتها لكم لو لحقنا نزاحها في الحلقه. زينب استاذ زينب الموجوده معانا تمام، هبعتها لها عشان لو لحقنا نزاحها قبل ما الحلقه تخلص، لان المكان ده انا يعني ازاي الناس ساكنه عنه. الناس دي بتروح يا جماعه المقابر عشان هيدفن زويه، هو مش ضامن اذا كان هيرجع ولا لا. انا يعني هحاول يا استاذ زينب نلحق الصور دي اهو. اسمه محمد ابراهيم بيومي، قال لي الطريق اسمه طريق مقابر الفقهاء البحرية، تمام، بداية من ابو يوسف جنوبا الى ابو سعدة شمالا وما بين ذلك وذاك يعيش المواطن يتألم. ده كلام المواطن في كفر الشيخ. هذا هو طريق مقابر لاكثر من 9 قرى وعزب يسكن بهم اكثر من 40,000 نسمة في هذه المنطقة، بينهم من يشيعونه ليدفن بتلك المقابر التي يصعب الوصول اليها في الشتاء باي وسيله من مواصلات سوى الجرارات الزراعيه. بعت لي صور هنعرضها دلوقتي، ناس راكبه على جرار زراعي عشان رايحين ماشيين في جنازه، اذا تمكنوا ان هم يلاقوا الجرار اللي هينقلهم. هذا الطريق اولى بالمتابعه من المدينه، وانه يجد اهتماما من اماكن اخرى كثيره، وهذا المكان من اكثر الاماكن فقرا. بيقول لي والله لو شفته في الحقيقه لهتتعجب، وصور واضحه. فانا بخاطب المسؤولين في محافظه كفر الشيخ، وهن يعني يا استاذ عزيز نتواصل معاهم بشكوى مكتوبه من قناه مصر الزراعيه بناء على شكوى الاهالي. اسمه طريق مقابر الفقهاء البحريه بدايه من ابو يوسف جنوبا الى ابو سعده شمالا، وكاتب بعدها وما بين ذلك وذاك يعيش المواطن يتألم. لا المكان ده محتاج فعلا نظرة سريعة، ما اظنش ان هو هيتكلف ميزانية ضخمة، وده اللي كنا بنتكلم عنه من 10 دقايق، القدرة على الابتكار والتفكير خارج الصندوق، وان انا كمسؤول في مكان رئيس مدينة مثلا اقدر ان انا اخد قرار سريع، وان انا ادبر موازنة للمكان ده باقصى سرعة. على فكرة الحاج قطب بلغني المشكلة دي من سنة، وهي موجودة من سنين، مفيش حد تصدى لدي. على فكرة انتوا بتقولوا المكان ده ممكن في وجهة نظركم ما هوش مهم، ده بيودي فين الطريق ده؟ بيودي على المقابر. طب الناس اللي هي راحة علشان تشيع الجسامين للمقابر يوميا يرجعوا ازاي، او يدخلوا المكان ده ازاي؟ هنتابع المشكلة دي وهرد عليك يا حاج قطب بإذن الله. اتكلمنا مع الحاج قطب عن المشكله بتاعه الطريق، واحنا معانا الصور يا ريت يا استاذ هشام نشوفها. ده الطريق اللي المفروض الناس بتمشي عليه. الناس دي يا جماعه
بتطلع على الطريق ده بجرار عشان يبقى معاهم جنازة او معاهم متوفي هيروحوا ينقلوه. زي ما احنا شايفين اهو ناس راكبه على جرار، الامطار طبعا التربة طينية، الجوانب كلها منهارة. فده وده المشهد، بدل ما هو طالعين في جنازة او في بيشيعوا جثمان ممكن لا قدر الله يحصل عندي كارثة ونطلع نتكلم بعد كده ونقول الدولة فين. لا احنا اللي فين، مسؤوليننا فين. يعني صورة زي دي احنا فين منها، صورة زي اللي انا شايفها دلوقتي وبتكلم عنها، رئيس المدينة فين، بتعمل ايه. المشكلة دي اتعرضت عليا هنا في البرنامج من سنة وموجود عندهم من اكتر من 5 سنين. يعني الطلب بتاعهم بسيط جدا. انا كمان في فيديو ما لحقتش ابعته لكم زملائي في الاعداد وهو راكب على الجرار وبيصور الارض. هنتابع المشكله دي يا استاذ عزيز كويس مع السيد المحافظ، وهنرد على الحاج قض وعلى الاهالي في هذه المنطقه، وبشكرهم ان هم تواصلوا معانا وعلى ثقتهم فينا وفي البرنامج، لان دي ثقه غاليه جدا، واحنا ان شاء الله قد المسؤوليه دي. وانا عارف ان حضرتك بتقوم بمجهود كبير جدا، لان هو الزراعي مباشر قائم على فريق الاعداد، انا ما بعملش حاجه. يعني اللي بيتواصل مع المسؤولين واللي بيشتغل مع المسؤولين زملائي في الاعداد، انا ما بتصلش بحد. فانا بشكرك فعلا وبشكر كل زملائي، لكن مشكله زي دي هيبقى ليها اولويه. يعني الحقني قبل ما تقول لي شكاره اسمده، الحق لي ارواح الناس دي بطريق كويس